الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أرحب بالجميع، طلبة وشعراء وأساتذة شرفتونا وأسعدتونا جميعا. اليوم تواجدتم في ديوان العرب مركز قطر للشعر، أنتم هنا في المركز المعني بالشعر والاهتمام بالمواهب المبدعة أمثالكم. اليوم نحن في المحاورة فيما يخص فن المحاورة اللي تعتبر فيها من أكبر المبدعين في قطر. اليوم احنا نبتدي رحلة تكوين الصفوف المحاورة القطرية. اليوم انتم متواجدين عندنا، أي موهبة مبدعة، أي شخص مبدع يحتاج إلى اكتشاف، يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى تسويق. احنا اليوم نقدم لكم جميع ما تحتاجونه اللي يهمكم، اللي يميزكم. اليوم احنا في خدمة الجميع هنا في ديوان العرب، وأن شعراء المحاورة متواجدين سواء من منتسبين ديوان العرب أو إخواننا اللي خارج ديوان العرب اللي شرفونا اللي هم شركائنا في القرار، فنقول لكم مرحبا ومسهلا ونشوفكم إن شاء الله ونشوف اللعب معانا، وشكرا للجميع. أجهر بها واللي عقد روس الحبال يحلها. أدري عنك تاجر لك ما نارتاكر من حضب وتحوز من جزر الفعول عزها وجلها. يا من لذي وحلو بغيت عتبك كبر العتب وراك غيرت الصداقه والكبر تتعلاها. مثلون ديوان العرب مثلون دولة الركاب، ونشوف إن شاء الله مثلون جاي إن شاء الله.